روائي وكاتب مسرحي أردني مبدع، نال عدداً من الجوائز أبرزها جائزة أبو القاسم الشابي من تونس، وجائزة أفضل روائي في الوطن العربي من بيروت، وجائزة الدولة التشجيعية في وطنه الأردن، بالإضافة إلى عدة جوائز أخرى من رابطة الكتاب والمهرجانات المسرحية. هو الروائي الدكتور هزاع البراري، وروايته الأخيرة أعالي الخوف هي محور الحديث. هي محاولة للغوص في الذات البشرية في عصرنا الحديث. إنسان يرزح تحت ضغوطات كبيرة، سواء كانت ضغوطات حياتية أو ضغوطات فكرية، وخاصة ما نشهده في المنطقة العربية من العديد من الضغوطات الفكرية والسياسية والاقتصادية والعسكرية أيضا. هي أزمة المثقف، وبالتالي هي تدخل إلى منطقة القلق، سواء هذا القلق كان فكري أو ثقافي أو قلق معيشي. لذلك الشخصيات تتصارع في منطقة الخوف الممزوجة بالقلق، وهو ليس خوف بمعنى الرعب، رعب من شيء معين، إنما هي خوف باتجاه الحياة، باتجاه أسئلة الوجود، أسئلة الغيب. الشخصيات قلقة، لديها حتى أسئلة في مجال الفكر الديني وفي مجال الفكر الثقافي الاجتماعي. أين هذه الشخصيات؟ في حالة من التوهان ربما. الرواية تحتفي بالمكان، عمان ومادبا والقرى المجاورة، حيث أن عنصر المكان في رواية أعالي الخوف بطل من أبطال الرواية ويسهم في تشكيل الشخصيات، كما تلعب الشخصيات دورا مهما في المكان. ضيفنا استطاع أن يضع بصمة في عالم الرواية، وبصمته كانت من خلال اللغة. اللغة لدي في الرواية لها مكانة خاصة، ليست لغة شعر ولكن فيها من الطاقة الشعرية الكثير، لغة شاعرة ربما تكون، ولغة تصويرية، وبالتالي يمكن أن تبنى البصمة في هذه المنطقة، بالإضافة إلى أنني لا أتعامل مع الزمان والمكان بطريقة تراتبية، إنما أقفز على الزمان وأكسر حدة المكان لعمل هذا التمازج الكبير الذي يساهم في ما يسمى بتداعي الشخصيات في تيار الوعي لتقدم نفسها. وأنا أيضا أميل إلى أن لا يكون الكاتب حاضرا في الرواية، أن تقدم الشخصية نفسها بنفسها، وبالتالي يتلاشى الكاتب العليم الذي يعلم بكل شيء خلف الشخصيات، ويترك المساحة للشخصية نفسها أن تقدم نفسها، وبالتالي من هنا تبدأ تبرز البصمة الخاصة أو ما يدلل على أن هذا أسلوب فلان وهذا أسلوب فلان. حاول البراري من خلال رواية أعالي الخوف أن يقدم خلاصة تجاربه الروائية السابقة، فهي رواية قدم بها كل ما يجول بخاطر الكاتب والمثقف الأردني، لذا تعتبر بصمة مميزة، فقد أثارت شجون النقاد العرب في كل من مصر والمغرب وتونس للكتابة عنها، فهي رواية المثقف والأديب والكاتب والمواطن. رواية أعالي الخوف هي رواية القلق ورواية الأسئلة الشائكة والأسئلة الحارة التي تترك مزيدا من القلق لدى القارئ، هي ليست عملا للتسلية أو للترفيه أو للتخلص من الأسئلة والقلق، هي تفجر مزيدا من القلق ومزيدا من الأسئلة. وأنا من مهمتي أن يخرج القارئ لدي، إذا كان لديه سؤالا واحدا وقلقا واحدا، أن يخرج ولديه العديد من الأسئلة ومساحات قلق إضافية، لأن الهدف هو خلق تفكير جديد في الحياة، خلق ثقافة جديدة، وبالتالي ترك أثر لا تستطيع أن تغير إلا إذا تركت أثراً ما، وبالتالي نحن نسعى إلى التغيير نحو الأفضل.